في واحدة بتتساءل ليه أنا بنت في كل المواصفات هايلة، يعني جميلة من عيلة ومعايا شهادة عالية، ليه متجوزت من راجل زيي يكون برضو واو زيي، واخد شهادات عالية زيي ويكون فرصة كبيرة. هي قالت كده لما قالوا لها ليه مش بتتجوزي لغاية دلوقتي، فردت وقالت إن هي مستنية فرصة حقيقية، لأن أنا فيا كل الصفات الجميلة، فأنا كمان عايزة حد زيي. معيار الشخص بيتركز في أمرين، الدين والخلق، فإن وجدت من دينه يشبه دينك وأخلاقه تشبه أخلاقك يبقى هو ده اسمه الشخص المناسب. دينه يشبه دينك يعني متمسك بدينه زي ما انت متمسكة بدينك بنفس الدرجة. أما بالنسبة إن يكون الزوج يعني زيك في الإنجازات وفي الشكل وفي المهارات، لازم تحطي في ذهنك إن كل صفة حلوة بيختبئ وراها صفة مذمومة. مثال مثلا، يعني أنا عايزاه شخص ناجح في عمله وذو منصب وطموح. الصفة المستخبية وراء الكلام ده إن هي أولوياته مش هتبقى الحب ولا العاطفة، ومش هيكون شخص يعني اجتماعي هيشاركك الحياة، وقد برضو يتعرف على نساء تانيين ويكون ليه علاقات بحكم شغله مع نساء تانيين، فممكن يعني يقضي معاهم معظم وقته، وبرضو قد يبالغ في الاهتمام بنفسه على حسابك، وقد تكوني انت مش محور حياته، يعني هو مش هيقضي معاكي وقت كتير، مش هيبقى هو ده الزوج اللي هيشاركك الحياة. طيب وهي كمان، وممكن واحدة تقولك انا عايزة زوجي يكون شكله جميل وماديا يعني مستوى المادي مرتفع، دي حاجة كويسة. طيب ايه بقى الصفة المختبئة؟ يعني ممكن يكون اهله متسلطين عليه وبيتعاملوا معاه كدمية، ممكن يقرروا له اذا كان اتجوز او متجوزتي او يطلق او يكمل معاكي او مكملش معاكي، ولو انت مش عاجباهم ممكن يعني يجبروه ان انت يسيبك. وممكن يكون الصفة المختبئة انه يكون متعدد العلاقات ومطمع لنساء اخريات، يعني كل شوية على علاقة، كل شوية واحدة بتكلمه، كل شوية واحدة بتطرده، هتلاقيه مطمع لنساء تانية. وقد يكون الصفة المختبئة انه متكبر، شايف نفسه عليكي ولا يقبل اي نقص فيكي، فممكن ينتقدك. ممكن واحدة تقولك مثلا انا عايزة رجل دين وعالم ويتقي الله فيا ولا ينظر للنساء ويكون من اصل طيب وحالته المادية متيسرة. طبعا دي صفات جميلة، بس ممكن يبقى وراء الصفات دي كلها صفات مختبئة انت مش شايفاها، انه ممكن قد يتعامل معك ان انت جارية وله حق السيطرة عليك وله حق التعدد، فممكن يبقى عامل حسابه ان انت هتكوني واحدة من نسائه، وقد يكون مشغول بالعبادة وطلب العلم عن الإنجازات في الحياة. طب إيه بقى الحل في الإسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يتزوج السيدة أم سلمة قال لها لما طلبها للزواج قالت له أنا امرأة غيرة، يعني بتغير، وانت متجوز من كذا واحدة فانا مش هتحمل. هي بالنسبة لها انه متزوج من كذا امرأة ده عيب بالنسبة لها. انت فيك صفات جميلة جدا، فيك كل حاجة، بس الصفة دي انا مش عاجباني. طيب تعالى نشوف بقى الاسلام بيحل المشكلة دي ازاي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اذا ادعو لك، يعني مفيش مشكلة لو انت عندك صفة فيكي ممكن تمنعك من انك انت تتزوجي خير خلق الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام زي صفة الغيرة مفيش مشكلة ادعي لك. يعني ايه؟ يعني الحل هو في الدعاء، فإن وجدت من هو شخص مناسب ليكي ولكن قد يكون في صفة مختبئة مش عاجباكي، كأنه مثلا يكون مثلا متزوج من واحدة تانية أو ناوي يتجوز واحدة تانية، أو مثلا من الصفات المختبئة اللي ممكن تتأقلمي معاها إنه يكون مثلا اهتماماته بالعبادة أهم من اهتماماته بالإنجازات وفي الأمور الدنيوية، لو كانت الصفات المختبئة دي انت حاسه انها ممكن يعني تضرك او انت ما تقدريش تتحمليها ولكن هو شخص كويس، فالحل هو ايه؟ ان انت تدعي وتقولي يا رب انا فيا صفه
ممكن تضيع مني الراجل ده. الراجل ده هايل جدا بس انا اللي عندي المشكله دي. يعني الدعاء بيغير اللي انت ما تقدريش تغيريه، لان ممكن واحده تجد مثلا الشخص المناسب بالنسبة لها، مثلا حالته المادية مش تمام، أو مثلا شكله مش كما هي يعني عايزة، أو مثلا حياته فيها شيء ما، كان مثلا اتجوز قبل كده أو كان أرمل أو كان مطلق، يعني في شيء ما مش مناسب بالنسبة لك. فده مش معناه أنه هو مش شخص يعني هايل، لا، طبيعي جدا أنك أنت هتلاقي نقص في أي إنسان. فبالتالي ما يبقاش حكمك على الآخر بأن هو لازم يكون هايل زي ما انتي هايلة، لأن دي نظرة مش حقيقية، انتي مش كاملة وهو برضو مش هيكون كامل. فانتي لو استنيتي الشخص الكامل فانتي مستنية ان انتي تتجوز شخص انتي ما تعرفهوش، لأن انتي أي شخص انتي يعني قدرتي تعرفيه تماما مش هتلاقيه واو، مش هتلاقيه تمام في كل حاجة. فده مش هيحصل، فكده ممكن ما تتجوزيش، او انت اذا اتجوزتي بقى هيبقى عن جهل في الحتة دي. فانت حددي الصفات اللي انت بتقدر تتحمليها، لانك اكيد هتتحملي حاجة خلاص. وما تبصيش لحياة الاخريات، ما تقوليش ما هو صاحبتي اهو جوزها حلو وغني وابن ناس، لا ما تقوليش كده. شوفي ربنا في سورة طه قال لنا ايه، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. يعني ربنا بيقول لنا ان انتوا ما تبصوش لحياة الاخرين، لان انت ما انتش عارفة ايه اللي في حياة صاحبتك وهي مش قالت لك كل حاجة، ففي جزء غامض. فانت ممكن اذا شفتي مثلا صاحبتك متجوزة واحد انت من وجهة نظرك ان هو ده العريس اللي يناسبك انت كمان، فانت مفكرة ان هي مش مستحملة حاجة، لا هي استحمية مستحملة حاجة. فرقم واحد تستخيري وتبحثي عن الشخص اللي اصله كويس. واذا وجدتي صفات مختبئة بعد الزواج مش عاجباكي، الحمد لله الاسلام فاتح باب الطلاق وفاتح باب الخلع، هقوم ديك حرية كاملة، اذا كنت عايزة تكملي تكملي، مش عايزة تكملي ما تكمليش. لكن ركزي جدا على ذو الدين والخلق، واستشيري الرجال الثقات في العائلة عندك، واذا كان هو يعني ينقص بعض الصفات ويتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يراضيكي، وتعرفي ازاي تتعاملي مع الصفات المختبئة بذكاء تقدري تعرفي ان انت تتخطيها يعني. والله اعلم.